فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح. أكثر الناس عن جهل أو عن تقليد يأخذون بالاتجاه الثاني، وهو أن أدنى المخالفة تكفي في تحقيق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين. إذا خالفهم في جزئية يقولون تحققت المخالفة، ولا دائما النفوس تميل إلى الأسهل عليها. نعم. تميل إلى الأسهل عليها وتأخذ بالقول الموافق لرغبتها. لما كان هذا القول يوافق رغبات كثير من الناس صاروا يميلون إليه ويأخذون به ويكتفون بمجرد أي مخالفة لهم، ويزعمون أنهم بهذا حققوا الأمر بالمخالفة.